أهلا مشاهدينا من جديد. في تقنية هي الأولى مشاهدينا من نوعها، أصبح البوتوكس وسيلة حديثة للحصول على النحافة، والسبب مشاهدينا هو إجراء سريع لا يستغرق أكثر من 10 دقائق ويكون بعيد عن المخاطر أو العمليات الجراحية. تفاصيل مشاهدينا هذه التقنية بتكون مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن المسعود، استشاري جراحة السمنة والمناظير والحاصل على الزمالة الكندية في جراحة الفتق وإصلاح البطن والبورد السعودي العربي في الجراحة العامة. مساء الخير دكتور، وحياك سيدتي. الله يحييك، شكرا على الاستضافة الطيبة. بداية دكتور، طبعا معروف استخدام البوتوكس لأسباب كثيرة جدا، تجميلية وطبية، من بينها مثلا إزالة الصداع النصفي أو غيرها طبعا من آلام الرأس وتجميل، لكن إيش موضوع النحافة عن طريق البوتوكس؟ موضوع البوتوكس وربطه بالنحافة بدأ في بداية عام 2005 في أمريكا، وكان فقط بشكل أنيمال موديل أو ما يعرف بالتجربة العلمية في المختبرات في الحيوانات. وبعد ذلك طور الموضوع في عام 2006 2007 2008 لاستخدامه على البشر فقط تحت البحث العلمي في جامعات عالمية في أمريكا الشمالية وكذلك في أوروبا. ما يختص بجانب البوتوكس هو عبارة عن حقن مادة، هي مادة البوتولينيوم توكسين، وهي عبارة عن سم يستخدم استخدام علمي المتعرف عليه بالبوتوكس. أحسنتي. المتعرف عليه بالبوتوكس، وهذا الاستخدام فقط بهدف إعطاء المعدة هي شلل مؤقت يكون مثلا أو تجميد بالضبط. مؤقت هو شلل مؤقت للمعدة بهدف تقليل تصريفها للأطعمة والشعور بالشبع فترات أطول من الطبيعية. طبعا الدراسات، آخر دراسة كانت عام 2015، جمعت العديد من الدراسات التي أجريت على البشر، حيث ضمت 8 دراسات علمية بمجموع 115 مريض. في أفضل النتائج بيّنت أن نزول الوزن ما يتعدى 10 كيلوغرام إلى 11 كيلوغرام، والتأثير حقها مؤقت بضعة أشهر وبعد ذلك ينتهي التأثير. طالما تكلمت دكتور عن التأثير، يعني البوتوكس المتعارف عليه أن 5 إلى 6 أشهر تقريبا يكون المفعول. صحيح. نفس الشيء لما يصير الحقن في المعدة تكون نفس الفترة الزمنية؟ بالضبط، لأنها المدة المتوقع فعالية مادة البوتوكس فيها في منطقة الحقن وهي المعدة. طبعا الشيء الإيجابي في الموضوع أنها كانت آمنة في خلال فترة وضعها، ولكن ما يغيب عن الناس أنها لا تزال هذه تحت التجربة العلمية، لم تثبت في كافة الجمعيات الخاصة بالسمنة، يعني إلى الآن أبدا لا تستخدم أو مستخدمة لكن على نطاق ضيق، تستخدم فقط على نطاق الجامعات بشكل بحث علمي بحت. وطبعا آخر النصائح اللي جت من جمعية السمنة الأمريكية بينت أن استخدامها فقط على نطاق البحث العلمي أي في الجامعات، بالإضافة إلى الناس اللي عندهم زيادة في الوزن أو ما يعرف بالأوفر ويت، ويكون التارجت حقهم أو الوزن المقصود بنقصانه هو فقط 10 كيلوغرام إلى 11 كيلوغرام. يعني اللي عندهم سمنة مفرطة أو تتجاوز 25 كيلو ما تفيدهم هذه التقنية أبدا. طيب بالنسبة للمعدة، يعني إذا تخيلنا شكل المعدة، وين يكون الحقن؟ وين الأماكن اللي تحقن فيها المعدة؟ وما لها أي أعراض جانبية أو سايد إفكتس على المعدة، على أعصاب المعدة؟ سؤال مهم جدا. بداية البحث العلمي طبعا كانت تحقن النهاية الطرفية للمعدة ما قبل صمامها أو ما يعرف بمنطقة الأنترم. لم تعطي نتائج نقص أي وزن بعد مرور 10 أيام. هذا الحقن وين؟ اللي هو رأس المعدة أو فم المعدة؟ نهاية طرفية للمعدة اللي هي المنطقة القريبة من الأمعاء. بالضبط. ما قبل صمام المعدة. صمام المعدة هو نهاية المعدة قبل بداية 12، والنهاية الطرفية لها أو ما يعرف بالأنترم كانت تحقن بوحدات متواضعة أو جرعات بسيطة. بعد هذا في عام 2006. بعد ذلك تم التجربة في عام 2007 و2008 بحقن وحدات أكثر تعادل 200 وحدة من البوتوكس في نفس المنطقة المذكورة، وصعودا للأعلى إلى مناطق مرتفعة من المعدة مجاورة للنهاية الطرفية للمريء.
أي من بداية المعدة إلى نهايتها. وكانت النتائج مشجعة بالنسبة للناس اللي عندهم زيادة وزن، حيث نزلت أوزانهم ما يعادل 11 كيلوغرام بمعدل زيادة أو نقصان كيلوغرام عن هذا المعدل بهدف إنقاص الوزن. الخلاصة هي مادة آمنة، تحقن في أماكن عديدة في الجسم بهدف التجميل وغير التجميل، ولكن يعني كما هو معروف أن السمنة هي مرض شائع طبعا، مرض العصر، مرض العصر، وكانت تعرف بمتلازمة سنوات طويلة جدا إلى عام 2013 في أوغست. وبعد ذلك الجمعية الأمريكية أو ما يعرف بأما American Medical Association، الجمعية الأمريكية صنفت السمنة إلى تصنيف آخر سمتها بمرض، مثل ما يسمى مرض السكري أو مرض ارتفاع ضغط الدم أو غيره. هو اسمح لي دكتور، طالما طرقت لهذا الموضوع، يعني عادة الأشخاص اللي يشتكوا من السمنة أو دائما يسألوهم ليه وصلتوا لهذا الوزن، فيكون عادة ردهم إن ما عندنا القدرة على الشبع، ما نقدر نشبع، وفي ضعف، يعني حتى لو الشخص انتهى من وجبة ممكن يبتدي مباشرة بوجبة ثانية. هل فعلا انك انت تعمل نوع من الشلل او تقلل حركة المعدة ممكن تؤدي فعلا الى الاحساس بالشبع، او هو يعني من الاقوى بصراحة، العامل النفسي او فعلا البوتوكس يؤدي هذا المفعول؟ الدراسات بينت ان مادة الجريلين اللي هو الهرمون المسؤول عن الجوع، و 90 الى 95% من هذا الهرمون موجود في الجزء العلوي من المعدة، هو المسيطر على مرحلة الجوع للمرضى. مقارنة الناس اللي عندهم زيادة في الوزن أو السمنة مقارنة بأمثالهم من أصحاب الوزن المثالي، الجميع عندهم مستوى الجريلين شبه موحد أو متقارب من بعضه، ولكن الفرق هو في المحافظة على مستوى الشبع بساعات. أي بمعنى أو مثال بسيط، تفضل، أن الشخص النحيف يستطيع المحافظة على شبعه 6 أو 8 ساعات بعد كل وجبة، في حين الشخص السمين ما يستطيع المحافظة إلا على 3 ساعات، ربما تكون أقل أو أكثر بشيء بسيط مقارنة به. لذلك الآن البحوث العلمية ما يعادل 3000 بحث علمي سنوي تعمل في أمريكا الشمالية وكذلك في أوروبا بهدف مكافحة السمنة والقضاء عليها. نعم. أفضل الطرق الحالية الآن طبعا كل شيء يجرب، من ناحية عمليات جراحية، من ناحية تغيير السلوك العام، ولكن أفضل الطرق الآن المعترف فيها دوليا بنتائج مبهرة وفقدان ثابت الوزن، ليس مجرد فقدان إنما فقدان الوزن وبعد الثبات، اللي هي عمليات سمنة وأفضلها عملية التكميم. آخر دراسة بيّنت أن بعد متابعة 7 سنوات لمرضى التكميم أن المحافظة على هذا الوزن خلال هذه السنوات كان في نسبة عالية جدا من المرضى اللي حصلوا على التكميم. نعم، لكن دكتور التكميم يعني قص معدة، يعني من الآخر. صحيح، صعب، مو كل شخص عنده القدرة مثلا، إلا لا سمح الله الحالات اللي تكون فعلا مفرطة، لأن في أشخاص مثلا يصير عندهم مشكلة نزول الوزن بشكل كبير لا نهائي، أو إنهم في، بتأكد من صحة هذه المعلومة، يضطروا إنهم يأخذوا الفيتامينز أو المكملات الغذائية طول العمر، فبالنسبة لهم هي عملية في نهاية المطاف. فالأشخاص تميل عادة لإجراءات ثانية مثلا الحلقة أو المعروفة بالرينج أو حتى البوتوكس. يعني هل تتوقع إذا فعلا حلل أو صار في استخدام للبوتوكس إنه يكون انتشاره كبير؟ أحسنت. وبرضه برجع لسؤال الفيتامينز، محتاجة جواب عنه. ما يختص يعني أنا أبدأ ستيب باك، النقطة اللي سبق ذكرها قبل قليل، كون السمنة مرض أي شيء دائم مدى العمر، أي حل سواء طبي بأدوية أو جراحة أو خلافة لابد أن يكون طويل الأمد وليس على فترة بسيطة، هذا كبداية. ما يختص بالحلول المقترحة كبوتوكس أو حلقة أو خلاف، هي حلول مؤقتة تعطي نتائج جيدة ولكن في فترة زمنية جدا محدودة، أي 6 أشهر أو 8 أشهر. مثال على هذا الكلام، مثل كأني أعطي مريض مثل مصاب بالسكر بحاجة إلى الأنسولين جرعتين أو 3 وأقول أنت الآن تكتفي، تستخدم العلاج فترة بسيطة وبعد ذلك تكتفي منه. وهذا الشيء مثل ما أن الاقتراح هذا يعني يبعد تمام البعد عن المعالجة الصحيحة لمرضى السكر، كذلك طبعاً في مرضى السمنة لابد من علاج فعال
يبقى فترات طويلة بثبات الوزن بعدها. بيكون لايف ستايل او نمط حياة. احسنتي بالضبط. ما يختص بالشق الثاني من السؤال اللي هو المكملات الغذائية. طبعا المكملات الغذائية او ما يعرف بالفيتامين ينصح عادة اي مريض بتناولها. أفصل في الموضوع. عادة الناس تعتقد أن الشخص السمين أو البدين هذا ما شاء الله عنده وفرة في شحومه، عنده وفرة في الفيتامينز، عنده وفرة في البروتين، ولكن صحيح يغاير ذلك تماما. العكس، الشخص البدين يعتمد اعتماد بشكل كبير على الأكل النون هيلثي أو الأكل الغير صحي، بالتالي توفر العديد من نقص الفيتامينات يكون موجود لدى هذا الشخص. بمعنى فيتامين دي، بعض الدراسات بينت 60 إلى 80% يوجد نقص في فيتامين دي لدى مرضى السمنة، وغير من الفيتامينز مثل باء المتعدد وخلافه. الآن أجي لب الإجابة اللي هو ما يختص بما بعد العملية. حاجة مرضى التكميم للمكملات الغذائية هو 20%، أي بمعدل واحد من أصل كل 5 مرضى هو بحاجة مكملات غذائية لا تتعدى الأشهر البسيطة، بمعدل 10 إلى 12 أسبوع، أي 3 أشهر فقط بعد العملية، وبعد ذلك لا يحتاج إليها، مقارنة بعمليات تحويل المسار وغيرها. أكيد طبعا. شكرا دكتور على الإيضاح، بصراحة كنا محتاجين لهذه المعلومات. وبالله لما يصير البوتكس ممكن يستخدم للمعدة، يا ريت يكون حنا في سيدتي أول الناس اللي عارفين. دكتور عبد الله بن عبد الرحمن المسعود، استشاري جراحة السمنة والمناظير، الحاصل على الزمالة الكندية في جراحة السمنة والمناظير والزمالة الكندية في جراحة الفتق وإصلاح البطن والبورد السعودي في الجراحة العامة. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا أكيد طبعا مثل ما ذكر الدكتور، بشكل عام المكملات الغذائية مهمة للجميع، تحديدا بعد سن 35 إلى 40، لكن دائما قبل ما نقوم بأي خطوة مشاهدينا نتجه للطبيب أو الشخص الصحيح. مستمرين في سيدتي لكن بعد الفاصل. في الجميلة مجلة الأزياء الأولى والجمال، الجميلة هي أنت.